التحفيز الاقتصادي ساعدنا على انتعاش معدل المواليد، خبر جيد للعالم خاصة للدول التي تعاني من تراجع معدل الخصوبة، لكن إلى أي مدى؟ لنعد قليلا للوراء، معدل المواليد انخفض بشكل واضح في أواخر 2020 بعد انتشار كورونا. كان الخوف مسيطرا على الجميع، مثلا بين نهاية 2020 والنصف الأول من العام 2021 سجلت إيطاليا أقل معدل مواليد منذ نشأتها عام 1861، لكن على كل الأحوال عدنا لمعدلات ما قبل الوباء أو أقرب. لكن هذه العودة ليست حميدة بالكامل، وأوروبا تحديدا تحتاج للكثير من العمل. But everyone is talking about the human capital. This has become very, very popular phrase during last decades. But there is no human capital without humans. And so many countries are running out of people. So demography is a mega issue. It is about the future of our countries. It is about the future of every country, because there is no country without people.